الطاهرين الكاشفين لكل غمة هو الحسين، وحسبنا زهوا به أن نذكر اسمه. بطل تقدره عزائمه وهمته بأمة، رفع الإباء إلى السماء فكان في الشهداء أمة. رضي الله تعالى عن سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة سيدنا أبي عبد الله الإمام الحسين، وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لك الحمد، أنت الحي والدنيا فناء، رب الأرض والسماء. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لصلاة فجر اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو يوم العاشر من رمضان، ذكرى يوم الفخر والنصر واسترداد الكرامة بنصرنا على عدونا الصهيوني في هذه المعركة الخالدة، معركة العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. كان رمضان بنفحاته وإمداداته وبركاته أمد بها الجنود والمقاتلين الصائمين والمصلين، فكانت هذه النسمات التي كانت تحفهم في هذه المعركة، وإيمانهم بالله تعالى أن الله ينصر من ينصره، وإيمانهم بأنهم أصحاب حق وأن الله سبحانه وتعالى مع الحق وأنه يزهق الباطل كما يقول الحق سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكان الانتصار في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر معركة استرداد الكرامة المصرية. إخوة الإيمان، ونبدأ صلاة الفجر بخير الكلم وأطيبه. هيا افتحوا كتاب الله مع الآية 69 من سورة ياسين، والقراءة برواية رويس عن يعقوب، وقارئنا هو فضيلة القارئ شيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان
لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. إلى سيدي صاحب هذا المقام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل برواية رويس عن يعقوب، وكانت في مستهل نقلنا لشاعر صلاة الفجر من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين. إخوة الإيمان، في 4:32 يحين موعد أذان الفجر، وحتى ذلك الحين نبقى مع هذه الابتهالات من أشعار محمد علي راشد والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. كان يرجو ناصرا فالناصر هو الله، من كان يرجو عزة فالعز دين الله، والله قال مؤكدا للعاملين في تقواه، وما النصر إلا من عند الله. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ورئيس بلادنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان. نسيم النصر يا وطني، هذا العبير، هذا العبير نسيم النصر يا وطني. حيوا جنودا وقد عاشت لتفدينا، قد عزها الله بالإيمان فانتصرت، والعز بالله في الأوطان يعلينا. يا مصر جندك بالإيمان قد عبروا
مصر جندك بالإيمان قد عبروا فوق المحال بعون الله بارينا يعلون رايتنا يعلون رايتنا والله أكبر في جو السماء تذل في أعادينا الصلاة والسلام عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة فجر يوم جديد، فجر العاشر من رمضان لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية قدمه لنا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.